الكل، ويلكم باك تو ماي شانل. انا ريتا من قناه دول شاريتا. اذا كنتوا جديد بالقناه بتمنى تضغطوا على زر سبسكرايب وتفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد. اذا حابين تعرفوا شو وصلني من بوكسي شارم لهذا الشهر تابعوا الفيديو للاخر، وما تنسوا الشير واللايك لحتى تدعموني وتكبر عائلتنا اكثر. اوكي يا حلوين، مثل كل شهر بفرجيكم شو وصلني من بوكسي شارم. واذا كنتوا اول مره بتحضروا هذا الفيديو، بوكسي شارم هو اشتراك شهري بوصل اذا كنتوا عايشين بامريكا او كندا بس، وان شاء الله مثل ما سمعت انه قريبا رح يصيروا يعملوها انترناشونال. ما بعرف مره شفت شيء هيك كومنت حاطين لحدا انه عم يشتغلوا على الموضوع، فان شاء الله يا رب، لانه عن جد بتمنى الكل يقدر يشترك بهيدي البوكس لانه عن جد حرزانه. هو اشتراك شهري $25 بيطلع لكم اغراض بالمية وما فوق، يعني وقت بيوصل $180 غراض بهيدا البوكس، انتو بس دافعين $25. انا كل شهر بس يوصلني هيدا البوكس بنزل فيديو شو وصلني وكل شيء. فاذا كنتوا انتو كمان مشتركين بهيدا البوكس اكتبوا لي تحت بخانة التعليقات واكتبوا لي شو وصلكم، واذا حابين تشتركوا فيها اذا كنتوا عايشين بكندا او امريكا راح اترك لكم الرابط بصندوق الوصف لحتى تدخلوا وتشتركوا فيها. سو هلا رح فرجيكم شو وصلني وعامله الميك اب من الاشياء اللي وصلتني بهيدا البوكس هيدا الشهر. اول شيء بيجي بالبوكس هيدا الكارت، كل شهر فيه البرودكتس كل شيء مكتوبين هون، بشرحوا لكم بحطوا لكم الاسعار كلها. اول غرض بالبوكس هو هيدي الباليت من براند ايكونيك لندن، هي هيدي فيس باليت في بقلبها برونزر هايلايتر وبلاش، هدول اثنين بلاش برونزر، وفي هدول كمان برونزر بس بيجوا فيهم لمعه وفي هايلايتر. استخدمتها اليوم بالميك اب اللي عملته، مثل ما شايفين حلو، يعني كاول استخدام البيجمنت تبعها حلو والتكستشر الملمس تبعها حلو، فحطيتها عملت فيها كونتورينج لوجهي، عملت فيها ميك اب عيوني. اليوم ما رح فرجيكم، كنت قلي بالعادة فرجيكم هيك فيديو صغير على جنب، اليوم ما رح قدرت للصراحة لأنه عم صور الويكلي فلوج وكتير اشياء، فما عندي وقت اقعد اعمل اديتنج كتير، فمش هيك ما فرجيتكم اليوم فيديوهات صغيرة. بس كمان مثل ما قلتلكم استخدمتها للكونتورينج، استخدمتها كاي شادو لفوق عيوني ومن تحت عيني، واستخدمتها بلا وحطيت بلاش منها، استخدمت هيدا اللون البلاش وشوي من هيدا ما قويت لانه لونه قوي، هيدا مستخدمته فوق عيني، واستخدمت هيدا الهايلايتر اللي فيها، يعني كاول فيرست امبريشن حلو الباليت، بس ما بدي استخدمها اكتر وشوف لبعدين، بتشوفوها بالويكلي فلوج بنزل عنها اكتر او كمان على الانستغرام اذا تبعتوني، واذا حبيت كتير شيء هونيك بحكي اكتر على الستوريز. كمان بالويكلي فلوج اللي عم بعمل رح تشوفوا اشياء اكتر، اذا منتج عجبني كتير رح احكي لكم عنه. هيدا الباليت سعرها $55، يعني هيدا اول منتج بعده بالبوكس انا دافع $25، هيدا اول منتج سعره 55. ثاني منتج هو هودول الجلامناتيك ليكويد ماجنتيك اي لاينر، تتذكروا عملت مرة ريفيو عن الرموش المغناطيس مع الايلاينر اللي هيك بتحطوا ايلاينر بتحطوا رموش فوقهم مثل المغناطيس، رح اترك لكم رابط بصندوق الوصف اذا بعد ما شفتوه. هدول مثلهم بس هيدا البراند هي جلام ناتيك. كان وصلني ايميل انه اذا بنقي منهم عدة منتجات قلت بدي نقي هيدا لشوف كيف، لانه بشوف كتير عنه دعايات وانه كتير منيحة. والحلو بهيدا الايلاينر غير هيداك اللي انا جربته وقتها بتكون تحطوا 3 كوت، هيدا بس تحطوا كوت واحد منها وبيلزق الرمش، وحسيت عن جد قوام من كوت واحدة وانجأ، يعني نطرت شوي لنشف وحطيت الرموش كتير لزقوا بسرعة ومع الزبنة بالمرة. وهيدا الريشة، شوفوا الريشة طبيعتها كتير حلوة وسوادوا قوي كتير للصراحة، يعني سهل الرسم فيه وسويده قوي ولزق الرمش عليه بسرعة، وحبيت انه منحط طبقة واحدة منه. فهذول الرموش يمكن حسيتهم شوي هيك كثيفين زيادة عن زوم ما انا بحط، بس طلعوا حلوين، يعني انا منقيتهم هيك اللي بيجوا من هون طوال من قدام قصار ليعطوا هيك سحبة للعين، طلعوا هن مثل ما شايفين شوي كثيفين بس حلوين، حسيتهم مع الميك اب وهيك طلعوا حلوين. فهدول وصلوني مع بعض، بيجي هيدا الايلاينر والرمش.
هيدي سعرها 63 دولار. واو، لانه هن هي هيدي البراند بتبيع الرمش لواحد والايلاينر لواحد، فهدول اتنين مع بعض 63 دولار. تخيلوا هلا لحد هلا صاروا شي تقريبا لحد هلا صاروا الغراض 120 دولار، غراضين 120 دولار، بتتخيلوا؟ هلا الشيء اللي انغرمت فيه كتير على الاخر، غير انه هو يعني هذا المنتج كتير منيح، شوفوا الباكجينج والبرنت اللي عليه لابرد برنت اللي انا مغرومة فيه، واليوم لابسة هالنقشة اللي انا مغرومة فيها والكل بيعرف. هيدي من تارت ماسكارا مين ايتر، اسمها غريب بس عن جد هالماسكارا هيدي كأول استخدام بعدنا عم بستخدمها. عادة اوقات الماسكارا من اول استخدام ما بتبين مظبوط، بس هيدي رائعة. شوف الجمال، انا هلا مغرومة فيها لانها لابرد. هل على فكرة هيدي الفترة كتير لابر ديرش، حتى كتير براندات نزلوا لابر براند ميك اب، كايلي جينر نزلت وكتير براندات نزلوا لابر. فأخبركم عن هيدي الماسكارا، هلأ ما فرجيتكم هيك لوحدها، بس بكرة بالفلوج اللي رح تحضروا جمعة الجاي أكيد رح صور لكم إياها لوحدها حطتها. رائعة هيدي الماسكارا، شوفوا أول شي كيف ريشتها بتجي هيك يعني كبيرة شوي، بس سهل استخدامها، بتعطي طول وكثافة للرموش، وبذات الوقت بتقلبهم تعملهم هيك كيرلي، وبذات الوقت لا بيلزقوا ولا بيجبلوا على بعض. يعني كعملكم كأول استخدام انغرمت فيه. عادة أنا الماسكارا أوقات من أول مرة ما بحبها كتير، بس هيدي رائعة، ورح أبقى اعملكم بالفلوج اللي جاي رح تحضروا الويكلي فلوج، عم حطها لوحدها وتشوفوا قديه بتكثف الرموش، تعطيهم طول وهيك بتبرمهم، بتجنن هالماسكارا، رح تصير يمكن ماي فيفورت بتصور. هيدي سعرها 23 دولار، يعني صرنا لحد هلا تقريبا فوق ال 140 دولار. كمان طلع لي هذا الليبستيك من ماك اللي حطيته هلا، اللي هو مات ليبستيك، اسمه مراكش، لونه بيجي هيك لونه عن بيدي احمر عن بيدي. هلا انا حطيته مع البلاينر، انا حاطه البلاينر من عندي على احمر، كنت استخدمه معه البلاينر مثل لونه، البلاينر بني غامق، فبتقدروا تلعبوا باللون يتغير شوي. هو طالع هيك يمكن محمر شوي لاني حاطه معه انا البلاينر احمر، هو هيك بيجي لونه علم بيدي، وكتير حلو التكستشر تبعه. اكيد هدول الليبستيك ماك حلوين كتير. ومن كم يوم بس رحت عن تي جي ماكس بالفلوج اللي نزلته، كمان كنت شايفة منه عن تي جي ماكس، وهيدا نفس اللون كان مراكش، منيح ما جبت منه وقتها لانه كان طلع لي هلا. هيدا ليبستيك ماكس سعره 19 دولار. اخر منتج طلع لي هو هيدا الاسبونج، هيدا من براند ذا باي ميك اب اريزر، بتعرفوها الميك اب اريزر؟ هيدا ولا مرة انا جابتها مستخدمتها، بس هيدا اللي بتيجي هيك مثل فوطة بتشيلوا فيها الميك اب بتغسلوها، بتستخدم كتير، بس هيدا مسمينا ذا سبونج، منزلينا جديد first ever machine washable makeup sponge. هيدا بتنحط حتى بالغسالة، حتى بتنحط بالغسالة بتتغسل مع التياب، بتنحط بهيدا وبتنحط بالدراير حتى على درجة حرارة عالية، بتجي مع هيدا تنحط فيها بس بدها تتغسل. واستخدمتها اليوم بس حطيت ميك اب، حلوه كمان، حبيتها ناعمه وطريه، وعملت لي بلندنج حلو للفاونديشن، وما حسيت شربت لي ابدا الفاونديشن انا عم بحطها. فكاول استخدام كمان حبيتها، هيدي نازله جديد من هيدي البراند، ومثل ما قلت لكم اللي بحب يغسلها بالغساله وحتى بالنشافه بتتغسل، بيجي معها هيدا كتير مهضوم، بتنحط بقلبها وبتنحط بالغساله. هيدي السبونج سعرها 18 دولار. رح تشوف المجموع الكامل قديه طلعه، فبيطلع المجموع لهيدا الشهر 178 دولار. عم تتخيلوا الاغراض اللي طلعوا لي هيدا الشهر 178 دولار، وانا دافعه بس 25 دولار، مع انه شوي انقهرت لانه كنت شايفه من فتره انه رح يكون بهيدا الشهر في باليت هدى بيوتي وحده لونها على بيربل، والثانيه ما بعرف شو كانت الوانها، كنت متوقع انه رح يوصلني وحده منها، ما طلعت لي، شوي زعلت، بس اتس اوكي، الاشياء اللي طلعت لي كمان حلوين. كمان حتى قبل كان في ايلاينر من هدى بيوتي ما طلع لي، ما بعرف ليش ما عم يوصلني اغراض هدى بيوتي، ما بعرف، يمكن انا بس عملت اول شيء الابلكيشن ما حطيت انه بدي هدى بيوتي او ما بعرف. المهم بس حبيت كتير الاغراض، مثل ما شفتوا سعرهم قدام 178 دولار، وكتير حبيت الماسكارا، انغرمت فيها للصراحه. هيدا الحلو بهيدا البوكس انه بيطلع لكم اشياء اوقات
لحتى تجربوها احلى ما تشتروها مثلا وما تحبوها تروحوا مصرياتكم على الفاضي. عم يطلع لكم اشياء بسعر حلو كتير، وهيك بتجربوا هيدي الشغلات وبتشوفوا اذا بعدين بتجيبوها. فعن جد هذا البوكس كتير حرزان. اذا كنتوا عايشين بامريكا او كندا وحبيتوا تشتركوا فيه، رح اترك لكم الرابط بصندوق الوصف، وان شاء الله قريبا يصير انترناشونال، لانه عن جد بتمنى الكل يكون قادر يستفيد من هيدا البوكس. اوكي يا حلوين، بتمنى تكونوا حبيتوا الفيديو لليوم. اكتبوا لي شو اكثر غرض حبيتوه بهيدا البوكس، وبتمنى اذا عم حبيتوا هيدا الفيديو تعملوا شير ولايك وتشتركوا بالقناه اذا بعد ما اشتركتوا لحتى يوصلكم اشعار اول ما انزل الفيديو. انا بحبكم كثير، بشوفكم الفيديو الجاي. باي.